أهلا بحضراتكم. معظمنا اعتاد على فكرة أنه يستخدم القرآن الكريم وآياته في معاملاته اليومية البسيطة، حتى في أبسط الأشياء اللي اعتاد أنه يستخدمها. يعني نشوف البعض مثلا حافظ على أنه يحط القرآن الكريم مثلا على التابلو بتاع السيارة، البعض بيحط الآيات القرآنية دي أو الأذان نفسه ونغمات للموبايل الخاص بيه. طيب، عمرنا ما سألنا نفسنا إيه حكم الشرع في حاجة زي دي؟ في أحدث الرسائل يمكن أو التساؤلات الواردة لدار الإفتاء كان في سؤال متعلق بحكم الشرع في اللي بيخلي القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول الخاص بيه. طيب، المفاجأة كانت طبعا عكس المتوقع. الإجابة المتوقعة إنه دي شيء كويس، مبادرة طيبة يعني وما إلى ذلك. طيب، خليني اقول لحضراتكم الاجابه. الدار اجابت بان القران الكريم هو كلام الله تعالى اللي انزله على افضل رسله وخير خلقه سيدنا محمد، وامرنا بامرنا باحترامه وتعظيمه، يعني حسن التعامل معاه بطريقه تختلف يمكن عن تعاملنا مع غيرها من الامور. ولذلك فليس من اللائق ولا من كمال الادب معاه انه نخليه مكان لرنه موبايل، او ان احنا يعني نتعامل بيه نخلي مثلا الاذان رنه موبايل. الحاجة دي لها قدسية، لها تعظيم يعني مختلف تماما. في آية يعني استخدمت أثناء الرد دليلا على اللي بقوله ده: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، صدق الله العظيم. أضافت الدار كمان إنه وضع آيات القرآن مكان رنتها المحمول، تحديدا فيها عبث بقدسية القرآن الكريم اللي هو طبعا يعني أكتر معمول للتعبد لتلاوته، مش مجال لأشياء زي كده. طيب، أيضا الأمور اللي بتخرجها عن سياقها أو عن إطارها الشرعي زي ما قلنا مثلا الأذان دي، يعني حاجات مش بتدل على معاني، مش بتدل على ألفاظه، ومحدش هيتدبر فيه بمعنى أصح. زي ما قلت، الاستخدام ده فيه يعني تهوين يمكن، خلينا نقول، بل بالعكس بيصرف الإنسان عن التدبر في كلام الله، أو يعني بينشغل زي ما بنقول كده في الرد على التليفون. أيضا وضحت الدار إنه الحال نفسه بينطبق على الأذان، يعني لا يليق بيه إنه يكون رنة موبايل أو إنه يتعمل مثلا كول تون، لأنها بتوهم بدخول وقت الصلاة. يعني بتعمل لبس، لو حد عاملها رنة موبايله بتعمل لبس أو إيهام للأشخاص اللي حواليك حتى ليك أنت شخصيا إنه وقت الصلاة دخل. يعني جزء تاني فيه إنه استخدام غير لائق بيه. الأفضل إنه يكون يعني الأذان للأساس أو السبب الأساسي اللي وجد من خلاله إنه يقول للناس إنه حان وقت الصلاة. طيب، برضو في ناس كتير يعني بتستخدم أشياء غير الأذان أو التفاصيل دي، يعني مثلا أناشيد إسلامية، مدائح نبوية، يعني بتتناسب مع قصر رنة الهاتف في نفس الوقت مش داخلة قوي في السياقات الأخرى بتاعت يعني الآيات والتدبر والمعاني الأكبر دي، فدي مفيش فيها مشكلة. دار الإفتاء مفيش فيها مشاكل. أما كلام الله تعالى فله قدسيته زي ما قلنا وتعامله الخاص اللائق بيه. طيب، على الصعيد الآخر، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قال في تصريحات سابقة كمان إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى اللي أنزله على أفضل رسله وخير خلقه، ويعني أمرنا باحترامه زي ما قلت في أول كلام، وتعظيمه وحسن التعامل معاه بطريقة يمكن تختلف عن أي شيء آخر. فلا يمس المصحف إلا طاهر، يعني بتكلم على من الكبير للصغير. كمان قال دكتور علي جمعة، قال الله تعالى كمان إنه لا يجوز وضع شيء من الكتب على المصحف. يعني من ضمن الآراء اللي ذكرها الدكتور علي جمعة، لا يجوز إنك تحط المصحف وإيه مصحف مش كتاب تاني. والهدف من كده أو وضح السبب في كده إنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ويعني فضل كلام الله على سائر الكلام بالتأكيد، يعني وقال من غير اللائق التعامل مع كتاب الله بهذا الشكل. لازم يكون في كمال الأدب بالتعامل مع كتاب الله أو مع كلام الله. يعني زي ما ذكرنا فكرة رنة الهاتف والكولتون وكل التفاصيل دي مش أحسن تعامل مع كلام الله. ويمكن دي كانت تغطيتنا عن هذا البند، فكرة رنة التليفون اللي بتكون بالأذان أو بكلام الله، إحدى الآيات القرآنية مثلا. نشكركم شكرا جزيلا للمتابعة. احنا نقلنا لكم الرأي الشرعي الموجود واللي بحثنا عنه، وكان لنا هذا الرد ونقلناه مع حضرتكم. شكرا جزيلا للمتابعة، انتظرونا دائما في المزيد من التغطيات من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.